هي إلى لحظات وتعلن انطلاقة هذا الشوط الأول. إذن انطلق مشاهدينا الأعزاء أيها الحبل الكريم في كل مكان وعلى الهواء مباشرة في هذا النقل الحي والنقل المباشر لوقائع ولأحداث أشواط اللقاية في صباح هذا اليوم، بينما الفترة المسائية ستكون خاصة بفئة وسن الجذاع. إذن هذا هو الشوط الأول، بسم الله نبدأ، وعليه سبحانه وتعالى أتوكل ومنه أطلب التوفيق والسداد. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول مزون بطشاب صالح اليامي، النقلة والدور دور المركز الثاني هنا وصايف سالم بن حيز المري، وننتقل من وصايف إلى المركز الثالث ومن تتقدم في هذه اللحظات هنا وبدة لمبارك بن محمد بن زايد الخيارين. انضم العتيق بن حمد بن قرع المري، واتمنى من ابو حمد اذا كان الاسم غير صحيح موافاتنا بالاسم الصحيح. الدور دور المركز الرابع هنا الظبي حمد بن جار الله بن حسين البريدي، والمركز الخامس هنا سلوى فهد بن حصين الرمزاني النعيمي. هذا هو نداءنا مع اول كيلو متر مقطوع مشاهدينا الاعزاء في هذا الشوط وفي هذا اليوم. اعود الى مقدمة الشوط والى المركز الاول، هنا مزون بطشان بصالح اليامي، يا سلام تسيطر مزون على صدارة الشوط وعلى المركز الاول منذ الانطلاقة، وهي ترقص طربا وفرحا على صدارة الشوط. ولكن يا بطشان هذا هو اول اشواط اللقاية اقواها بعد المشاركة الواسعة التي شهدناها في سباق سيدي سمو امير البلاد المفدى، وايضا هذا الميدان عودنا على ايضا استقبال وتوديع المهرجانات الكبرى. اذا ودعنا مهرجانات كبيره في هذا الموسم، ونستقبل ايضا حدث هام وحدث كبير في الايام القليله القادمه وهو سباق المؤسس القادم. الكل يستعد لهذا السباق، وهذه مزون وهذا الاستعداد الاخير للمحطه القادمه الكبرى. اذا مزون على مقدمة الشوط بطشان بصالح اليامي تسيطر تمام السيطرة، ونحن نقترب من لوحة الثلاثة كيلومترات الأخيرات الفاصلات لناموس الشوط والفاصلات عن معرفة راعية الشوط الأول في هذا اليوم. الله يا مزون، وابدأ تقترب وابدأ تقترب وتتسلل تتسلل لتختطف المركز الثاني في هذه الرياضة المسموح للتسلل بها، وهي الرياضة الوحيدة التي تسمح بالتسلل. وابدأ وابدأ وابدأ، مبارك بن محمد بن زايد الخيارين يقدم لنا وابدأ في هذا الشوط. عتيق بن قريم مزعج المضمرين، عتيق يتابع وابدأ في هذا الشوط. المركز الثالث أول نداء للشاهينية لعبد الله بن سعيد بن الأسود، يصل شعار العنود يصل على المحطة الثالثة وعلى المركز الثالث. الله يا بن الأسود يا هذا الشعار، اذا شعار صال وجال على ارضيات الميادين. المركز الرابع الوصول من الظبي حمد بن جار الله بن حسين البريدي، وتليها على المركز الخامس هنا الوصول ماتهاب فهد بن سعيد ابو سعيد الخيارين. هذا هو نداءنا، نختم النداء للخمسه المراكز المتقدمه الاولى، وهنا اسامي لم يحن موعد دخولها ننتظرها. ولكن اعود الى مزون، مزون الخير، مزون الفوز، مزون الناموس، ما زالت تسيطر على مقدمة الشوط. يا هل ترى، هل تواصل مزون هذا الرقص الصباحي الجميل، أم يكون لوبدة وللقادمات كلام آخر في هذا الشوط ورواية أخرى تكتب أساطيرها في الأمتار القليلة القادمة. 2 كيلومتر يا متابعين، أيضا شعار العنود قادم على ظهر الشاهينية في هذا الشوط، عبد الله بن سعيد بن الاسود المري. المركز الرابع يصل شعار الخيارين على ظهر ماتهاب فهد بن سعيد ابو سعيد الخيارين. المركز الخامس هنا شعار وديان الظبي حمد بن جار الله بن حسين ال بريدي. ولكن اعود الى مقدمه الشوط، وايضا هنا تسلل
من شعار البطين عمايل علي بن حمد البطين إلى المركز الخامس. أعود إلى مقدمة الشوط وإلى مزون، مزون الخير يا مزون، مزون يا مزون، مزون يا مزون، وآمال أمال أبناء نجران تعلق في هذه اللحظات على ظهر مزون، ولكن أرى أسماء قادمة لا محالة على المركزين الرابع والخامس بقيادة عمايل، وتلاحقها الظبي حمد بن جار الله بن حسين البريدي، وأيضا واصل علي بن حمد البطين 1500 متر، وابدأ تتسلل وابدأ تتحرك وابدأ تخطف المركز الأول في هذه اللحظات. مبارك بن محمد بن زايد الخيارين بشعار نشرة وبشعار غيرها من الأسماء التي أيضا أثبتت الوجود في هذا العالم. الله، شوف التسلل، الشاهينية تتسلل تتقدم في هذه اللحظات في هذا الشوط الأول الرئيسي 1200 متر يا متابعين. الشاهينية ووبدة والمعركة طاحنة مشاهدينا الأعزاء على افتكاك وعلى انتزاع المركز الأول. الشاهينية تتسلل تتقدم، والعصقوس الكيلو متر الأخير يا متابعين، الكيلو متر المثير وشعار الشاهينية حتى هذه اللحظات هو الفائز، حتى هذه اللحظات وهو المتقدم، شعار شعار العنود الآن هذا الشعار يوضع على ظهر الشاهينية في هذا الشوط، وتقل الشاهينية اللحظات الأخيرة وابدو، والشاهينية في تنافس مثير ايضا على القادمه على المركز الثالث. يا سلام، عمايل 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 عمايل، وايضا اللي بتعمل العمايل بهذا الشوط علي بن حمد البطين يقدم لنا عمايل، وايضا حمد بن جار الله بن حسين البريدي ايضا شعاره يتدخل بقوه، وعادت ممثله ابناء نجران، عادت مزون، عادت مزون الخير، وايضا شعار الخيارين ما تهاب فهد بن سعيد الخيارين على المركز الرابع. ولكن اعود الى وبده، وبده وبده وبده، ومبارك بن محمد بن زايد الخيارين يختطف ناموس الشوط الاول الرئيسي، وعتيق بن قرع ايضا يقدم لنا وبده في هذا الشوط الاول الرئيسي. وبده 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 ايضا ما فيها حيلة ما شاء الله ابدا ابدا، 300 متر، ولكن يا عتيق دير بالك، أرى الدخول من توافيق عبد الله بن علي بن حمد المري، والتوافيق على الله يا عبد الله، ولكن ولكن وبده، ولكن وبده تختطف الشوط الأول الرئيسي. سلام الخيارين، سلام سلام وبده، سلام، تهانينا والناموس لمبارك بن محمد بن زايد الخيارين على فوز وبده واختطافها لناموس الشوط الأول الرئيسي لحظات الوصول. تهانينا أيضا لعتيق بن قريع المركز الثاني، توافيق عبد الله بن علي بن حمد المري المركز الثالث، المركز الثالث متهاب فهد بن سعيد أبو سعيد الخيارين المركز الرابع، قمة نواف الأسمر راضي البنتان المركز الخامس، كان الوصول من مزون بطشان بن صالح اليامي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. هذه وبدة مشاهدينا الاعزاء تختطف ناموس الشوط الاول الرئيسي 7:45 78 جزء من الثانيه. تهانينا لمبارك بن محمد بن زايد الخيارين المركز الثاني توافيق، وتوقيتها 7:46:64 جزء من الثانيه. تهانينا عبد الله بن علي بن حمد المري المركز الثالث، كان الوصول من متهاب، توقيتها 7:48:52 جزء من الثانية. تهانينا الفهد بن سعيد آل بن سعيد الخيارين، تهانينا والناموس لجميع الفائزين. الشوط الأول الرئيسي للقاء قاعدان ينطلق، والكلمة للزميل مطلق بن علي العنزي.